بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق كذلك إلى حلول تمارين الحركة والسكون، ونبدأ مع السلسلة الثانية من الكتاب أطبق معارفي. إذن وبدون إطالة مع الوضعية الأولى في هذه السلسلة، وهي تتمثل في التمرين رقم 8 معنونة بنظرة من خارج الحافلة. يقول علي واقف على الرصيف في محطة الحافلات، ومحمد وكمال جالسان داخل الحافلة كما هو مبين في الصورة. عند انطلاق الحافلة، كيف هي الحالة الحركية لكل منهم بالنسبة للرصيف والحافلة؟ أجب بنعم أم لا. محمد وكمال ساكنان بالنسبة لعلي، هذا عند انطلاق الحافلة. محمد ساكن بالنسبة لكمال ومتحرك بالنسبة لعلي. هنا نركز على الأشخاص. علي متحرك بالنسبة لمحمد وكمال، كمال ساكن بالنسبة لمحمد، علي ساكن بالنسبة لكمال وساكن بالنسبة لمحمد. إذن قلنا من خلال الوصف، فعلي واقف على الرصيف، ومحمد وكمال مترافقان في هذه الحافلة، جالسان في مقعديهما داخل الحافلة، وانطلقت الحافلة. إذن فمحمد وكمال ساكنان بالنسبة لعلي، فهذا غير صحيح، لأن الحافلة ستبتعد، ستغادر المحطة، تبتعد عن علي، فهي تغير موضعها، فكلاهما محمد وكمال يغيران موضعهما، ويتغير البعد بينهما وبين الشخص الواقف على الرصيف. إذن فالعبارة خاطئة. محمد ساكن بالنسبة لكمال ومتحرك بالنسبة لعلي، فهذه العبارة صحيحة. فمحمد مترافق مع كمال، فهما متجاورين على مقعدين لا يغيران موضعهما بالنسبة لبعضهما البعض بمرور الزمن. إذن فمحمد ساكن بالنسبة لكمال، ولكن محمد أو كمال أو كلاهما فهما متحركان بالنسبة لعلي كما ذكرنا سابقا. إذن فالعبارة صحيحة. العبارة الثالثة، علي متحرك بالنسبة لمحمد وكمال، أيضا العبارة صحيحة، لأن هذان الشخصان يغيران موضعهما ويبتعدان عن محمد بمرور الزمن، وذلك بسبب ابتعاد الحافلة. العبارة الموالية، كمال ساكن بالنسبة لمحمد، فهي صحيحة، لأنهما لا يغيران موضعهما بالنسبة لبعضهما البعض. علي ساكن بالنسبة لكمال وساكن بالنسبة لمحمد، العبارة خاطئة، لأن علي موجود على الرصيف والحافلة تبتعد، فيغيران موضعهما بالنسبة له. نمر إلى الوضعية الموالية، تركيبة ميكانيكية. لديك التركيبة المبينة، هذا في التمرين التاسع، لديك التركيبة المبينة في الشكل المقابل. تتكون من طاولة S مرموز لها بالرمز S، هذه هي الطاولة S، و عربتين S1 و S2، S1 و S2 مربوطين أو موصولتين بواسطة خيط، والجسمان موصولان بواسطة خيط إلى جسم ثالث عن طريق بكرة. تعرف على الحالة الحركية للأجسام الثلاثة S1 و S2 و S3 بالنسبة للمراجع التالية، بالنسبة للأرض، بالنسبة للجسم S1، بالنسبة للجسم S2. إذن فعند تحرير هذه الجملة لا شك أنها ستتحرك بالنسبة للطاولة. إذن فعند تحرك هذه الجملة، يعني العربة الأجسام الثلاثة مع الخيط، حينما تتحرك بالنسبة للطاولة نصفها بهذه الأوصاف. إذن لدينا الجسم بالنسبة للأرض، ولدينا الجسم، نبدأ بالآس واحد والجسم S2. فالجسم S1 هو متحرك، الجسم S1 بالنسبة للأرض هو متحرك. S1 أين هو S1؟ يعني هذا الجسم حينما تتحرر هذه الجملة فإنه يغير موضعه بالنسبة للأرض، يتحرك على الطاولة. إذن فS1 متحرك بالنسبة للأرض. S1 لا يقارن بنفسه،
لا نقارنه بنفسه، ينبغي أن يكون لدينا مرجع خارجي للمقارنة. الجسم S1 بالنسبة للجسم S2 فهو صح، نمر إلى الجسم S2. نعم، الجسم S2 بالنسبة إلى الأرض كذلك هو متحرك. الجسم S2 هذا أو الجسم S1 لهما نفس الحكم، فهما مرتبطان ببعضهما بخيط، فحينما يتحرك أحدهما بالنسبة للآخر فكذلك الآخر متحرك بالنسبة للأرض. الآن الجسم S3 كذلك الجسم S3 يكون متحرك بالنسبة للأرض، يعني فهذا الجسم سيغير موضعه من جوار البكرة ليقترب من الأرض، إذن فهو متحرك. الآن الجسم S2 بالنسبة للجسم S1، يعني هذا الجسم S2 بالنسبة لS1 يكون ساكنا. لماذا؟ لأنه لا يغير موضعه بالنسبة إليه. الجسم S1 بالنسبة للجسم S2، الجسم S2 بالنسبة للجسم S1 العكس، يعني الجسم قارنا في المرة الأولى S1 بالنسبة لS2، الآن S2 بالنسبة لS1 نفس الحكم، يعني إذا كان S1 ساكن بالنسبة لS2 فS2 ساكن بالنسبة لS1 لأنه لا يغير موضعه. الآن الجسم S3 كيف هو بالنسبة للجسم S1 و S2؟ يعني هنا إذا لاحظنا، بما أن هناك وضع تعامدي يعني وجود هذا البكارة وهذا المحز، فS1 وS2 يغيران موضعهما بالنسبة لS3، وS3 كذلك يغير موضعه بالنسبة لS1، إذن فهو متحرك بالنسبة لكل منهما. إذن فالجسم S3 متحرك بالنسبة للأرض، ومتحرك بالنسبة لS2، ومتحرك بالنسبة لS1، يعني رغم أنه مربوط معهما بخيط إلا أنه لا يأخذ نفس الحكم لأنه ليس على الطاولة مثلهما، فهما حركتهما أفقية وهو حركته عمودية أو شاقولية، وبالتالي يتغير موضع الجسمين S1 و S2 بالنسبة إلى الأرض وبالنسبة لS3. نمر إلى التمرين الموالي، معنا التمرين رقم 10، دراسة حركة نعلق جسم، يعني يشبه التمرين السابق إلا أنه يختلف في المضمون. نعلق جسم S1 بواسطة خيط يمر على محز بكرة، هذا هو S1، ومثبت من طرفه الآخر بجسم S2، هذا هو الجسم S2 موضوع فوق طاولة أفقية ملساء. رسمنا أو علمنا بقعا صغيرة ملونة A و B و C على كل من الجسمين والبكرة كما في الشكل. إذن لدينا النقطة A معلمة على الجملة S1، ولدينا النقطة B معلمة على محيط البكرة، على سطح البكرة، ولدينا النقطة C علمت أو حددت على الجملة S2. ثم يقول كما هو مبين في الشكل، في البداية نمسك الجسم S1 ثم نتركه لحاله، يعني في بداية الأمر نعيق الجملة S1 عن الحركة، نمنعها من الحركة، ثم نتركها لحالها، نتركها حرة. أدرس أنواع الحركات التي تقوم بها البقع، أي النقاط الثلاث A و B و C، وما هو الفرق بين حركتي النقطتين A و C. إذن نظمنا كذلك إجابتنا في هذا الجدول. إذن لدينا النقطة المدروسة والمرجع والمقارنة. إذن لدينا النقطة A تكون حركتها مستقيمة، النقطة A حركتها مستقيمة. A ما هو المرجع الآن بالنسبة لأي مرجع؟ بالنسبة لي الطاولة. إذن بالنسبة للطاولة أو بالنسبة للأرض. إذن في البداية نمسك كذا، أدرس أنواع الحركة البقع الثلاث، ما الفرق؟ إذن فحركة النقطة أو النقطة A قلنا حركتها مستقيمة، تتحرك وفق مسار مستقيم بالنسبة سواء للطاولة، سواء نتكلم عن سطح أو نتكلم عن ارتفاع الطاولة أو نتكلم عن الجدار المقابل للطاولة.
إذن فهنا النقطة A، النقطة A ستنتقل على هذا الاستقامة، يعني كما نلاحظ على استقامة الخيط، يعني تنتقل من موضع هذا إلى هذا إلى لتصل هنا وهكذا، بمعنى الحركة تكون مستقيمة في وضع رأسي. النقطة B، النقطة B المعلمة على محيط البكرة، حينما يدور الخيط يدير البكرة، إذن فالنقطة B تتحرك حركة دائرية، حركة دائرية. هذا بالنسبة للنقطة B على الطاولة، تتحرك على الطاولة أو معذرة على البكرة حركة دائرية. بالنسبة للنقطة C، النقطة C كذلك ستنسحب على الطاولة انسحابا مستقيما، إذن فحركتها مستقيمة بالنسبة للطاولة أو بالنسبة للجدار أو أي مرجع آخر نأخذه يحقق الغرض. إذن ثم بعد ذلك يقول لي ما الفرق بين حركتي النقطتين A و C، يعني نقارن حركة النقطة A وحركة النقطة C. النقطة A حركتها مستقيمة لكنها شاقولية أي عمودية، في حين أن النقطة C حركتها كذلك مستقيمة تشبه حركة النقطة A، ولكن هذا المسار لها مسار أفقي، إذن هذه حركة مستقيمة عمودية وهذه حركة مستقيمة أفقية. نمر إلى الوضعية الموالية، رقم 11، الحالة الحركية لدراج. في سباق الدراجات كيف يرى المتسابق الحالة الحركية لجسمه بالنسبة إلى، يعني سنقارن أو نصف الدراج، جسم الدراج بالنسبة إلى المراجع التالية: هيكل الدراجة، عمود كهربائي في الطريق، وحركة الدواسة بالنسبة لمركز دورانها. حركة الدواسة بالنسبة لمركز دورانها، يعني هنا خلط في السؤال الأخير. إذن فالحالة الحركية للدراج كذلك نظمناها في هذا الجدول. هنا لدينا الجسم وهو الدراج بذاته، المرجع أو الحالة الحركية للدراج هو ساكن بالنسبة لمن؟ المرجع هنا هو هيكل الدراجة، إذن فالدراج ساكن بالنسبة لدراجته بالكامل، فهو لا يبتعد عنها ولا يغير موضعه بالنسبة لها. الآن الدراج متحرك بالنسبة لمرجع آخر وهو العمود الكهربائي، العمود موجود على جانب الطريق، فالطريق والعمود والأرض تعتبر مراجع متحركة بالنسبة للدراج حينما يسير على الطريق بدراجته. الآن الدواسة، الدواسة حالتها الحركية متحركة بالنسبة لمحور دورانها، فهي تدور بالنسبة لمحور دورانها، تدور بالنسبة للدراج. إذن هذا بالنسبة للوضعية 11. نمر إلى الوضعية الموالية، الحالة الحركية للأجسام. كيف هي الحالة الحركية للأجسام المختلفة التالية بالنسبة للأرض، يعني المرجع هو الأرض؟ نقارن حركة سيارة على طريق مستقيم، حركة أرجوحة، عجلة الدراجة، كرة تتدحرج من أعلى طريق مائلة. إذن هنا كذلك ننظم معلوماتنا في هذا الجدول. لدينا الجسم، السيارة على الطريق، بالنسبة للأرض فالسيارة التي تسير على طريق مستقيم فهي متحركة بالنسبة للأرض، السيارة على الطريق وهي تسير فهي متحركة بالنسبة للأرض. الأرجوحة أثناء دحرجتها أو أثناء استعمالها فهي كذلك متحركة بالنسبة للأرض، فحركتها دورانية، فهي ترسم لنا قوسا مسار دائري. عجلة الدراجة بالنسبة للأرض أثناء سير الدراجة فكذلك العجلة هي متحركة. إذا تكلمنا عن العجلة ككل فحركتها
انسحابية، يعني تتدحرج مع الدوران. كرة تتدحرج، يعني الكرة تتدحرج على مستوى مائل أو على مستوى أفق إليهم، فالكرة حينما تتدحرج تسلك نفس السلوك الذي تسلكه عجلة الدراجة، فحركتها انسحابية فيها انتقال انسحاب ودوران، إذن فهي متحركة. إذن كل هذه الآن الجمل فهي متحركة بالنسبة للأرض. نمر إلى التمرين 13، الحالة الحركية لسيارة. حدد الحالة الحركية لسيارة تتحرك على طريق مستقيم في الحالات التالية: ألف بالنسبة لمراقب راكب في السيارة، أي نقارن السيارة بشخص راكب فيها. ب بالنسبة لمراقب واقف على الرصيف. جيم بالنسبة لسائق سيارة أخرى تتحرك بجواره وموازية له. إذن هنا الجسم، الحالة الحركية له، والمرجع المختار، وبالنسبة لسيارة تتحرك على طريق مستقيم. إذن فالسيارة التي تتحرك على طريق مستقيم فهي ساكنة بالنسبة للشخص الذي هو بداخلها، ومتحركة بالنسبة للمراقب الواقف على الطريق، وساكنة بالنسبة لسائق سيارة موازية لها. نوضح ماذا قلنا. هذه سيارة تسير على طريق مستقيم، كيف هي بالنسبة لشخص راكب بها؟ فهي ساكنة بالنسبة لهذا الشخص، فهي ساكنة بالنسبة له. لماذا؟ لأنها لا تغير لا موضعها ولا بعدها عنه. هذه السيارة التي تسير على طريق مستقيم هي متحركة بالنسبة لشخص واقف على الرصيف. لماذا؟ لأنها تغير بعدها وموضعها بالنسبة له. وهذه السيارة ساكنة بالنسبة لسائق آخر يقود سيارة موازية لها، يعني تسير معها بنفس السرعة، سواء تسير بجنبها أو تسير خلفها أو أمامها لا يهم. المهم عندما تكون لها نفس السرعة ولا تبتعد ولا تقترب منها، فهذا يدل على أنها ساكنة بالنسبة لها مهما كانت سرعتها. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتكلم عن السلسلة الثالثة في نفس الموضوع، أوظف معارفي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.